دو المناسبة هذه نتكلم على الوقوف نتاعنا في بعض المشاريع في ولاية ورقلة. كان لنا الشرف أن وقفنا في تفسيرات على المنطقة الصناعية، وهذه المنطقة الصناعية اللي نعتبرها نموذج في قطاع الصناعة، لأنها كل تهيئات راهي موجودة. نغتنم الفرصة هذه باش نطلب من المستثمرين يتقدموا المنطقة هذه، يعني راهي موجودة وراهي قابلة للاستغلال بسرعة، لأن بعض المستثمرين دائما يتشكاوا ما كانش الأرض، ولكن نعطيهم الأرض يقول لك ما كانش الكهرباء ما كانش الغاز. في هذا القطعة هذه كاين كلش، ماذا بيا من طرفكم من نقدموا نداء للمستثمرين إن شاء الله باش يخليونا ننطلقوا إن شاء الله في تنمية صناعية في هذه الولاية. كان لنا كذلك الشرف أن ضعنا الحجر الأول والأساسي لمحول الكهربائي اللي رايح إن شاء الله يمول عن قريب، هي مدة 18 شهر ولا عامين، ماهوش شيء كبير، ولكن في انتظار إنجاز هذا المحول الكهرباء راهي موجودة، ما في حتى مبرر. يعني الجماعة قال ما هذه المحول هذا رايح يقوي أكثر يعني توفير الكهرباء في المنطقة. زرنا كذلك وعطينا ودشنا يعني هذا المرك، نعم اي ماذا بيا يعني انا ناكد من طرفكم ان شاء الله، وشفنا مع السيد الوالي والسلطات المحليه باش يدخل فيه تفسير للامكانيات اللي راهي موجوده